أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بصدور المرسوم الملكي السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن صدور المرسوم إنما يعكس حرص جلالة الملك المفدى على الارتقاء الدائم بالأنظمة والآليات المؤسسية ذات الاتصال المباشر بحياة المواطنين بما يصون مكتسباتهم التقاعدية ويحقق مستوى المعيش الكريم لهم، معتبرا هذا التشكيل خطوة على طريق تأسيس صناديق تقاعدية تفي بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة، متطلعا معاليه للعمل مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتعزيز التشريعات التي تمكن الهيئة من العمل على حفظ القانون والحقوق التقاعدية للمشتركين. وفيما بارك معالي رئيس مجلس الشورى لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هذه الثقة الملكية وما ضمه التشكيل من كفاءات وخبرات، فقد أكد معالي ضرورة العمل على ترجمة توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الداعية إلى توجيه الجهود بما يساهم في تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين.